اهلا بحضراتكم في فقرة الصفتي معاك الصفتي في برنامج الصفتي والقانون في فقرة معاك الصفتي. ان شاء الله من خلال الارقام اللي موجودة على الشاشة حالا هنتلقى اتصالاتكم وهنجاوب على الاسئلة بتاعتكم، وان شاء الله هنحاول نوصل للشخص العادي اللي موجود في الشارع مش للمتخصص القانوني، على اساس اي سؤال هيوجه لينا باذن الله نحاول نوصله بشكل بسيط. وهناخد ان شاء الله اول اتصال. الو، ايوه الو، ايوه معاك يا فندم. ايوه يا فندم، مين معايا؟ مساء الخير مع المستشار مساء الفل، ابراهيم. مع حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استاذ ابراهيم. والله يا فندم كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. انا كنت مسافر بره وكان حصل خلاف بيني وبين المدام، وفوجئت ان لما رجعت من السفر وبكلم اهلها على حول حل وكده، فقالوا لي ان هي رفعت ضدي دعوى خلع وان هي صدر لها حكم فعلا. فايه التصرف اللي المفروض اعمله ما في تمش الوقت ده؟ اعلانك يا استاذ ابراهيم بالدعوه دي، لا خالص يا فندم ما وصلكش اي خالص. علم وانت بره انا بانه كنت موجود دعوه خلع خالص. بينك وبين زوجتك؟ لا 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 ابدا. وصدر حكم والدليل على فعلا. كده انا لما رجعت اتكلمت مع لها صدر حكم فعلا. صدر حكمها. طيب يا استاذ ابراهيم خليك معايا هنجاوبك على سؤالك ان شاء الله. للاسف دلوقتي قضايا الخلع او التشريع اللي فيها خلل تشريعي، يعني انا حتى من خلال المنبر بتاعنا ده هوت بأناشد بتعديل القانون ده، لان مش معقول واحد يبقى موجود بره ويحصل خلاف بسيط بينه وبين زوجته ويفاجأ اول ما يجي يلاقيها صدر لصالحها حكم الخلع بدون ان حتى تعرفه او تعلنه. الخلل واحد موجود بره، ازاي واحدة تصدر حكم بالخلع ضد زوجها وهو مش موجود بدون علمه، يفاجأ اول ما يرجع يلاقي ان في حكم صدر. للاسف قضايا الخلع من ضمن القضايا غير القابله للطعن عليه، يعني حتى ما لهاش استئناف، يعني لا في استئناف، ولما يجي يرفع دعوه النهارده دعوه ببطلان حكم لعدم الاعلان، قليل جدا او نادرا نادرا لما حكم يصدر بالكلام ده، ويفاجأ ان خلاص بيته اتهد وزوجته اتطلقت منه وصدر حكم بالخلع بدون علمه. انا اناشد مجلس النواب بتعديل او اعادة النظر في القانون الخاص بالخلع، يعني لازم يبقى فيه آلية عشان يبقى فيه حتى التطبيق للشرع في القضية دي بالذات او في الجانب ده بالذات، لان ده ماسي بكيان اسرة. لما واحد يبقى معاه اطفال ويفاجئ ان اول ما يجي عشان خلاف بسيط قوي زوجته رفعت قضية خلع بدون ما يواجه بهذه الدعوة، ونفاجئ ان القضية صدر فيها حكم، يعني حكم بالخلع. وانا معايا اتصال اخر. اهلا، الو، الو ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. مين معايا؟ انا ام محمد من المنيا. اهلا وسهلا، يا مرحبا، اهلا وسهلا ام محمد. امور يا ام احمد، اتفضلي. ربنا يخليك يا استاذ، عامل ايه؟ الحمد لله، اتفضلي يا فندم. لو سمحت، انا جوزي كان ماضي على وصلات امانه بس من غير اسم. اتصالات امانه من غير ايه؟ اتصالات على امانه، بياض يعني؟ على على بياض بياض. بس ماضيها مذكور فيها بمناسبه ايه يا المبلغ. فندم؟ ماضيها بمناسبه ايه؟ دي كان مشكلة على أرض وكده، فهو مضى على الوصولات دي، تمام، مضى على الايصالات. وبعدين وبعد كده اتقدمت باسم حد تاني ما نعرفوش. يعني مش الشخص اللي اخذ الايصالات عليه هو اللي اقامها، لا هو حد تاني رفع الايصالات عليه. تمام كده. طب الشخص ده تعرفوه ولا لا؟ لا احنا ما نعرفوش، ما تعرفوش، ما فيش اي لا سابقة تعامل بينك وبينه. خالص، هو من مركز تاني. تمام. طب وصلت لفين القضايا دي؟ القضايا دي محكوم فيها حكم ابتدائي. حكم ابتدائي. تمام يا فندم، تمام. طيب يا فندم المفروض هجاوبك ان اعمل شاء ايه؟ الله. تمام، اتفضلي. الو،
مشكلة عويصة جدا موضوع إيصالات الأمانة دي. إيصالات الأمانة دايما أغلب إيصالات الأمانة بتاخد في أعداد صلح أو حل مشاكل، أو حتى حد بيشتري حاجة بالقسط. إيصالات الأمانة الموقعة على بياض دي فيها كلام كتير. يعني أنا النهاردة المشرع أو القانون اشترط ان يبقى فيه ركن تسليم، حد انا فعلا اخدت منه فلوس عشان اوصلها لفلان. طبعا ما بالك واحد ما يعرفوش، وفوجئت ان هو رفع عليا قضية، اعمل ايه؟ يبقى ده يلزم محامي قوي يتكلم في القضية قدام المحكمة وينفي ركن التسليم ويثبت بدليل قاطع عدم اتصاله بالشخص اللي رفع الإيصال ده، وإن الإيصال ده كان موقع على بياض واتاخد في حاجة معينة وإن شاء الله يحصل على براءة فيها. معانا تليفون آخر، أهلا وسهلا، مين معايا؟ ألو؟ أيوة حضرتك، معاك مدام سوسة. أهلا وسهلا يا فندم. بقول لحضرتك احنا معانا ديت يعني هديناه وحبينا نبنوه، فدلوقتي قالوا لنا لازم تسريح، كناش احنا يا فندم. نعرف موضوع التسريح. انا مش سامع يا فندم، على صوتك شويه. معانا ديت هديناه يعني عايزين دلوقتي ايه نبنوه، لا فدلوقتي قالوا لنا لازم تسريح ليه 6 شهور، وانا مقدمه على التسريح ما رضيش يطلع حضرتك التسريح، وانا دلوقتي يعتبر قاعده في الشارع باولادك، فعايزه اي حد يعني مسؤول لا ينزل لنا معلش يا فندم، انا حاجه. اسف انا اسف، انا ما سمعتش الصوت كويس، انا ما سمعتش الصوت كويس. الو، الو، مشكلتك ايه يا فندم؟ مشكلتك ايه؟ مشكلتي يا فندم على التسريح ليه موقفينها في الدولة، تصريح بايه يا فندم؟ تصريح بايه؟ تسريح مباني، تسريح مباني، انا مقدم على تسريح مباني ليه 6 شهور. تصريح مباني، تصريح مباني يا فندم تقصدي؟ ايوه تسريح مباني. طيب يا فندم تواصلي مع اسره الاعداد وان شاء الله حاضر هننفذ لك طلبك. حاضر، ماشي فندم. الو، معانا تليفون تاني يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فندم، انا كان عندي في القريه في اللي فيها عند مجلس القريه بينجل ضغط عالي، كان في مكان بعيد عندي ب 100 متر بينجلوا عندي. مجلس قريه ايه يا فندم؟ بتعنت وبينجل ضغط عالي بعيد عني ب 100 متر بينجلوا عندي. تمام. انا شخص الاول من ذوي الاحتياجات الخاصه. اهلا وسهلا. فمن عشان ما لقاش حد ينجلوا عنده الضغط ده بيستقوى الناس التانية وينجلوا عندي. فجات تمام. المجلس المدينه، مجلس المدينه طلع لي معاينه وقال لي ما ينفعش يتنجل عندك، ودي مخالف للقانون مخالفه، لان هو عند علم تانية والعلم التاني اللي خلفت انا ما خالفتش. طب اخدت اجراء يا فندم بالكلام ده؟ نعم، اخدت اجراء، قدمت شكوى في اي جهه؟ قدمت شكاوي مجلس القرية ما مليش حاجه، ما زال متعنت. قدمت شكوى في المحكمه وما زالت في المحكمه لم يتخذ بها اي اجراءات. طيب يا فندم ابعت لنا، ابعت لنا مشكلتك على الواتساب على الارقام اللي موجوده على الشاشه، وان شاء الله هنحلها لك معانا الحلقه الجايه باذن الله. الو، معانا تليفون تاني يا فندم. الو، الو، ايوه يا فندم معاك. الو، السلام عليكم. الو، الو، ايوه ايوه معاك يا فندم، اتفضل. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا. الحقيقه انا كان عندي مشكله ان انا اصلا كنت متجوز وعندي طفلين، وحصل بعد كده مراتي رفعت عليا قضيه نفقه وقضيه خلع، وبعد كده اني لقيتها اول جلسه قدام المحكمه ان خدت 200 جنيه لكل مشكله، 200 جنيه لكل شخص، العيلين وهي كمان. وبعد تداول الجلسات وده كله لقيت المحامي بيقول لي ان هي كانت رافعه قضيه نفقه للصغار بانواعها الثلاثه. وقدمت الورق بتاعي بتاع القبض، ان انا المرتب بتاعي اللي انا بقبضه من حوالي 750 800 جنيه، وجاب ورق التحري ان التحري دوت ب 1000 جنيه. ورغم انه كاتب في المذكره او عريضه بتاعته ان انا باخد 20000 جنيه واكتر من كده. ايوه، بس للاسف كل الكلام ده ما كانش صح. قدمت ورقي كله قدام المحكمه، لقيت المحكمه حكمة عليا ب 450 جنيه،
وكانت رافعة قضية طلاق، ولما لقيت الطلاق إن هو مش جايبة أمل فيها رفعت بحولته الخلع. تمام. وفعلا اتحكم في الخلع ده إن هي خلعت. كانت عاملة قرار تمكين، كان عندنا شقتين إيجار، أنا عملت قرار تمكين على الشقة منهم اللي إحنا مش قاعدين فيها، وهي عملت قرار تمكين على الشقة اللي قاعدة فيها دلوقتي، وعملنا استئناف على قضية النفقة، والقاضي بتاع في الاستئناف جه سألنا سؤال واحد بس، انتوا عملتوا ايه في قرارين التمكين دول؟ قلنا له ان احنا بعد الخلع ان القرارين خلاص اتلغوا. تمام. بصيت لقيت القاضي حكم حكم غريب قوي، اني حكم لها بدل 450 لا حكم له كل عيل ب 300 جنيه، يعني 600 جنيه، وحكم ليها ب 500 جنيه بتاع ده اجر مسكن. طب هي تحصلت على قرار تمكين ازاي منفرد بعد حكمت الطلاق؟ عليا برغم ان انت عندك ورقه تحري ب 1000 جنيه؟ طب تحصلت على قرار تمكين منفرد بعد الطلاق؟ ايه يا ريس؟ تحصلت على قرار تمكين منفرد بعد الطلاق ولا لا؟ لا يا ريس لا، يعني هي اكتفت ان هي تاخد اجر مسكن. انا بس يعني هي خدت اجر مسكن في الاستئناف مش كده؟ بالظبط كده، بس تمام. هي ما كانتش طالبه بالنسبه اجر مسكن خالص، هي كانت طالبه طالبه انواعها نفقه الثلاث. بانواعها، طالبه نفقه بانواعها مش كده؟ بالظبط كده بالظبط. تمام. انا عايز طيب اعرف صدر يعني حكم ايه الحل، نهائي ايه الحكم خلاص مش دوت، هل كده؟ الحكم ده صحيح وايه طيب حله دلوقتي؟ بنشكرك يا استاذنا، وهجاوبك حالا على السؤال دلوقتي يا جماعه. ده حكم قضائي، احنا ما بنعقبش على احكام القضاء، وان شاء الله لا تعقيب على احكام القضاء، انت ليك بس ان انت ترفع دعوه تخفيض نفقه. وبشكرك يا استاذ، ومعلش انا اسف ليكم يا جماعه في تليفونات كتير، وهننتقل على الفقره الجايه بعد كده ان شاء الله، وهيبقى فقره تعرف حقك، هيبقى من خلال الفقره دي هيبقى في معلومه قانونيه، تابعونا بعد الفاصل. والذي لازال كتير قوي بيتساءلوا في قانون التصالح، هل من الضروري ان انا اقدم اتصالح في المباني بتاعتي؟ انا ساكن مثلا في بيت او في شقه او بتاع مخالفه، ضروري ان اقدم مصالحه؟ ابقى اقول له ضروري، لان بالتصالح ده بتشتري رخصه، بتقدر تكمل لو ليك دور او دورين تقدر تستصدر رخصه بعد كده، لان انت متصالح بتقدر تتصالح فيها وتقدر تستصدر رخصه بيها. وهنكمل المعلومه دي ان شاء الله في الحلقات القادمه، وسعدت بلقائكم، ومنتظر تواصلكم ان شاء الله على انستجرام وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب، وسعدت بلقائكم، ويا رب نكون نلنا اعجابكم، ويا رب نكون نلنا اعجابكم باذن الله، واشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وسلام.